فائق دعبول عبد الله الشيخ علي هو محام وسياسي ليبرالي عراقي، عضو مجلس النواب العراقي لدورتين على التوالي، والأمين العام حزب الشعب للإصلاح. السيرة الذاتية: تخرج فائق من كلية القانون والسياسة جامعة بغداد قسم القانون عام 1987. وبالرغم من ولادته لأسرة دينية مرموقة، فقد دعا منذ عام 1991 بعد الانتفاضة الشعبانية في العراق إلى إقامة الدولة المدنية الديمقراطية التي تحافظ وتحمي المجتمع بأكمله بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية. وقد واجه مشاكل كثيرة في السنوات الماضية لمهاجمته المشروع القائم في العراق ما بعد عام 2003 على المحاصصة الطائفية والعرقية، وفضحه بعض رجال الدين الطائفيين ممن يستخدمون الدين لمصالحهم السياسية والشخصية، وكذلك نقده اللاذع وبأسلوب يصل أحياناً إلى حد السخرية من الأحزاب الإسلامية المتحكمة في العراق من قبل حزب الدعوة وغيرها. يتميز فائق الشيخ علي بأسلوبه المثير للجدل في مخاطبة خصومه السياسيين، بالإضافة إلى طلاقة لسانه وجرأته في حديثه لشاشات التلفاز، ولذا يوصل ما يريد للمشاهد العراقي بطريقة سلسة ومفهومة للجميع بلهجته الدارجة وبمصطلحاته الشعبية. نشاطه السياسي: ولد فائق الشيخ علي بلسان معارض، فقد كان فائق الشيخ علي أحد المعارضين البارزين لنظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، فثار مع الذين ثروا ضد النظام في آذار شعبان عام 1991، وكان في مقر القيادة الروحية للانتفاضة في مدينة النجف الأشرف. وبعد ملاحقة النظام له، اضطر مهاجرة العراق، فلجأ إلى مخيم رفحاء في المملكة العربية السعودية، ومكث هناك لغاية عام 1992، ومنه هاجر إلى إيران فمكث هناك شهرين، وبعدها عاد إلى المملكة العربية السعودية وغادرها إلى بريطانيا ليعيش لاجئاً سياسياً فيها منذ أوائل شهر يناير عام 1993 حتى سقوط نظام صدام. شارك في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات للمعارضة العراقية في لندن، من بينها الاجتماع التداولي للمعارضة العراقية في شهر نيسان عام 1993، وآخرها مؤتمر لندن في ديسمبر عام 2002. وكان كاتباً إسبوعياً في صحيفة الحياة اللندنية طوال 7 سنين، من 1994 إلى 2001، وما يميزه عن غيره أنه كان يستخدم اسمه الصريح بما يكتبه عن نظام صدام حسين، وهذا ما لم يتجرأ عليه أفراد المعارضة الآخرين خوفاً وخشية من صدام حسين، حيث كانوا يستخدمون أسماء مستعارة وكنيات وهمية. له لقاءات كثيرة قبل عام 2003، خصوصاً على قنوات ANN وقناة الجزيرة وقناة المستقلة، وعرف بين المعارضين العراقيين بصحاف المعارضة العراقية، إلا أنه انقطع عن المشهد السياسي والإعلامي لثمانية أعوام بعد 2003، قبل أن يعود بشكل أقوى عام 2011 بعد حلقة مثيرة للجدل في شهر رمضان، هاجم فيها المسؤولين القائمين على الحكم بالأسماء، وتحدث عن ملفات الفساد في عدد من الوزارات كالدفاع والكهرباء والتجارة. أسس الشيخ علي حزب الشعب للإصلاح، وهو حزب ليبرالي مدني وضع له نظاماً داخلياً، وعارض بشدة سياسة حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وتبنى معارضة الإسلام السياسي. دوره في تظاهرات تشرين: دعم فائق الشيخ علي تظاهرات تشرين بقوة وساندها منذ انطلاقها، وكما معروف عنه فقد تصدى لمن وقف بالضد من الشباب الثائر، وتم انتخابه في العديد من ساحات التظاهر عن طريق استفتاء شعبي، وقد تم انتخابه أيضا عن طريق استفتاء شعبي على مواقع التواصل الاجتماعي. انتخابات مجلس النواب العراقي:
رشح فائق الشيخ علي في انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2014 عن محافظة بغداد ضمن القائمة التي ساهم في تأسيسها وهي التحالف المدني الديمقراطي العراق، فحصلت القائمة على 112,563 صوت، وحصل هو على 24,256 صوت، مما جعله يحل في المركز السادس على المحافظة بعد نوري المالكي وأياد علاوي ومحمد صاحب الدراجي ومثال الآلوسي. ترشح فائق الشيخ علي في انتخابات مجلس النواب العراقي عام 2018 عن محافظة بغداد ضمن قائمة تمدن الذي يرأسه وهو تحالف مدني وطني ديمقراطي ليبرالي عراقي، فحصلت القائمة على 35,233 صوت، وحصل هو على 8,955 صوت، مما جعله يحل في المركز الخامس على المحافظة. وقد صوت مجلس النواب العراقي يوم 17 أيلول سنة 2019 على رفع الحصانة عن فائق الشيخ علي. ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء العراقي عام 2019. بعد استقالة عادل عبد المهدي وحكومته من رئاسة مجلس الوزراء عام 2019 نتيجة تصاعد الضغط الشعبي الناتج عن الاحتجاجات العراقية، رشحت سوح التظاهر أسماء يعتقدون أنها تمثل تطلعات الشعب لتتسنم هذا المنصب، وكان في صدارتها اسم فائق الشيخ علي، حيث كانت هنالك رغبة شعبية واسعة في معظم المحافظات العراقية ليكون الشيخ علي رئيسا للوزراء. رفض الشيخ علي في بادئ الأمر أن يقدم نفسه مرشحا للمنصب، لكن استجابة للأصوات الشعبية ولرغبتهم قدم كتاب ترشيحه لرئيس الجمهورية برهم صالح. مارست حينها الميليشيات المسلحة وأحزاب الإسلام السياسي الموالية لإيران ضغطا كبيرا على رئيس الجمهورية ليرفض ترشيح فائق الشيخ لأنه توعد بمحاكمة وإعدام كل من كان له دورا في الفساد وهدر دماء المتظاهرين. إثر الضغوطات الشديدة التي تعرض لها رئيس الجمهورية، خضع لإرادة أحزاب السلطة وتم تمرير أشخاص لا تمثل رغبة المتظاهرين.